هشام طارق حسام، اول تحيه تجي لكم انتوما ثم للساده المشاهدين عبر بين سبورتس في هذا اللقاء المرتقب المنتظر هنا من اولمبي سوسه، النجم الرياضي الساحلي الترجي الرياضي التونسي. مبروك للفريق التونسي الذي سيلتقي فريق بريميرو اغوستو في سيمي فاينل الشامبيونز ليج. الترجي باسبقيه الذهاب والنجم مدجج ب 20,000 من العشاق هنا في مقبره الغزاة من اجل دور الاربعه. مباراة كبيرة جدا لا تحتاج لتقديم، تيفو كبير برشا هو دخله لجمهور النجمة، لقاء يبقى تاريخي في دور الثمانية ولكن ينتهي ويدخل طي التاريخ ويدخل ورقات الماضي بعد 90 دقيقة كرة. أجواء كبيرة، أجواء ساحرة كما تعودنا في ملعبنا. جمهور الترجي حقق للترجي انتصار الذهاب، وجمهور ليتوال يحاول مساندة فريقه في بداية المشوار الشامبيونز ليغ بكبرى مفاجاتها، بأكبر مفاجآت السنوات الأخيرة. لو تو بويسون مازيمبي بطل الشامبيونز ليغ 5 مرات، بطل إفريقيا 2015 وحامل لقب الكونفدرالية الكونفدريشن كاب في آخر سنتين، يخسر يخرج في أرضه من بريميرو دي أغوستو الكبير الأنغولي بهدف لهدف لومبومباتشي، ونتيجة الذهاب كانت 0-0. فبالتالي يسفقسي هو النجم الرياضي الساحلي. هي مباراة الأعصاب، مباراة الهدوء المطلوب، ومباراة الكرات الثابتة، على اعتبار أنه تقريبا 80% من أهداف الترجي والنجم في الكلاسيكو في آخر 5-6 سنين جات بكرات ثابتة. سيناريو الذهاب أكبر دليل، يخرج رامي جريدي ثابتا الحارس القادم من الساسس. عمار جمل بذكريات استياد أورلاندو بيرات، بينما هنا كرة خطيرة وتمشي للحارس أشرف كرير. الترجي يحاول يلعب متوازن بين الحرص على التحفظ الدفاعي والحفاظ على على الكرة طويلة يمشي فيها الترجي. هذه خطيرة جدا، كرة خطيرة عن طريق الخنيسي، وفي لمسة يد، في لمسة يد على الطاسين الخنيسي. الدقيقة الثامنة أيضا قبل بشكل مبكر هدف ضد زيسكو النجم الساحلي، حتى في ماتش الاهلي العام الماضي نفس الشيء. لونتام والبدايات 20 مباراة متتالية في الافريق، اولاد النجمة يفرحوا جمهورهم. أجواء كبيرة، بير كل واحد يحب يفرض اسمه، يفرض نفسه في معركة الوسط. يخرج زياد بوغتاس، يدخل صدام بالطوال والسي اس اس الترجي والسي اس اس الترجي الطوال، فما سي اس اس يابي أيضا يمشي بالكرة. الترجي الرياضي في الهجوم، وخطا لفريق النجم الرياضي الساحلي. يمشي يوسف البلايلي، كرة تحط مرة أخرى للترجي الرياضي، خطيرة كرة على الأطراف يعرف فيها البلايلي، البلايلي للترجي الرياضي، العرضية خطيرة وممتازة من عمار. عمار عمار مرة أخرى، عمار يا النجم، عمار الجمل ينقذ النجم الساحلي. ممكن نقول ربع ساعة النجم ما دخلش كما منتظر بالضغط وبالهجوم، خايف برشا فريق النجم الساحلي من مرتدات الترجي ومن المساحات. محمد إيهاب المساكني بدل لماهر الحناشي، هل هو خيار تكتيكي ويخسر تغيير ثاني في ربع ساعة أم فما يكمل الهجمة؟ يمشي بالعربي، عرضية خطيرة والدفاع كان ممكن الجول يا النجمة. فرصة كبيرة، صراع كبير، ملا مباراة، ملا طرح، ملا جو، ملا أجواء. يلعب كرة طويلة لبريكي وترجع السالة للحارس الجريدي. ما هو مؤكد أنه النجم بن عمر دوره كبير في ماتش اليوم. بن عمر يمشي شرميتي، شرميتي بن عمر، بن عمر الهربة، فما خطأ وفاول، فاول آخر على غيلان الشعلالي، فاول على غيلان. الكونفدرالية 2-1 لتوال، وفي 2012 مباراة توقفت في دقيقة 73، ترجي كان متقدم 2-0، هدف يانيك نيانغو. ترجي تاريخيا ربح في الأولمبي أو في سوسة 22 مرة في كل المسابقات، أولها عام 45 في الكريتيريوم 2-1. اخر انتصاراته كانت 2016 في الكوب، هدف الخنيسي بالراس في مرمى بلبولي. النجم الرياضي الساحلي يحاول استثمار الكره الثابته، نقطه قوته الرئيسيه في هذا الموسم، بالراس خطيره، فرصه صعبه ومرت على الترجي. البلايلي، 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 خطيره البلايلي، حط كره خطيره جدا، فرصه كبيره للترجي الرياضي وكره الهدف تضيع. اي 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 ملا كره، فرصه ترجيه وصعوبه ساحليه وترجع للفريق العاصمه. كره عن طريق الهجوم، يمشي بالكره دربالي، سامح يلعب فيها الادوار المساكني، المساكني اختيرها كره من البريقي، البريقي يمشي على اليمين.
2، كرة ترجع التوزيع على طريق شريدة الدربالي، كرة ممتازة بن عمر، يمشي الجوكر يلعب الرايع قلب الأسد، يمشي بن عمر خطيرة، والتوزيع والدفاع والكرة من الدربالي. ملا ماتش 22 دقيقة من النار، الرايع تتحسن برشا بالعملية التغيير في التمركز، ويمشي على اليمين لبريغي، وخاصة دخول يا ابن مساكني. أكثر حلول الآن لفريق النجم الرياضي سراس صعبة يدس في فريقه ويكيبه. كرات العرض، كرات الثبات، كرة خطيرة ترجع بالرأس، ترجع كرة رأسية أولى في رأس بالعربي، ضربت في ظهره، ما زاد في التراخ، خرجت لبريغي، لبريغي حظ كبير للكرة التونسية أنها تمشي الفينال وترجع دوري الأبطال اللي تحقق فقط مرتين من عام خلال إقحام الشعلالي. يلعب الكرة بن محمد، خطيرة جدا، يمشي بن محمد، أيمن بن محمد، خطيرة بن محمد، يلعب كرة، أوه ضيع فرصة بن محمد، والترجي الرياضي في كرة قد لا تعود، ملا كرة ضاعت، اقتنص كرة وعمل الصعيب، لكن بعد ارتبك وقف الكونتر أتاك. وقت اللي يمشي القدام ترجي كتير برشا، في خطا لفريق الترجي الرياضي. ممكن نقول انه النصف ساعه الاولى بالنسبه للترجي حاط الكره لبريغي، لبريغي حلوه برشا، كره واحده اثنين خطيره جدا، والدفاع يدخل بصعوبه، والكره تمشي ركنيه، اول ركنيه، 80% من اهداف الكلاسيكو في اخر 5 سنين، والاهداف الثلاثه في اللالي. ترجع الكره في 30 دقيقة، كرة خطيرة، والحارس رامي جريد على مارتين، رامي الارتباك ثم رامي الثبات. ترجع الترجي 10 والنجم الساحلي 4 والنادي الساقسي 3 والنادي الافريقي 1. هالمرة ترجع كرة من البريغي، البريغي والكرة لمن؟ للنجم الساحلي، إشارة المساعد يراجع أولمبيك. تمشي كرة، الكرة الثابتة والمعلم الجمال يهبط، وكرة خطيرة والحارس، والخطا لرامي جريدي، الرامي يتصدى لكرة كانت صعبة، الكرة الثابتة عمار جمال مارتيني سجل في الترجي في رادس في المناسبتين على المستوى القاري، واحدة في بطولة الكاف والثانية السبت الماضي في الشامبيونز ليج. الشامبيونز اللي لعب فيها النجم الساحلي 3 نهائيات، 2005 ضد 2004 ضد نيمبا، وسرقة كوفي كوجا المعروفة التاريخية. حط كرة طويلة العواضي، يلعب كرة عن طريق أنيس البدري، يحاول صدام بن عزيزة، خرج كرة بنوع من الارتباك أمام ضغط البدري. ترجع عبد الرزاق، غيلان الشعلالي، غيلان يلعب بالنار، غيلان الشعلالي في الكرات هذه، هو النجم الساحلي خيقة لعب في الفترة الأولى 0-0. تمشي كرة ملعوبة، صدام بن عزيزة، وفي خطا لطوال، خطا واضح، تمشي لمن الأفضلية بالراس مرة أولى، مرة ثانية خطيرة، والكورة عن طريق بن محمد خرجت سلامات وصعيبة، وخطا للعواضي، من العواضي وخطا يزفروا الحكم. شوف الصراع، شوف القوة هنا، الكرة هذا اللاعب حقيقة اكتشاف الموسم في الكرة التونسية. أيمن سامح الدربالي خرج كرة عن طريق النجم الساحلي من صدام بن عزيزة، بعيد الكرة على غيلان، والكرة تمشي تتسرع عن طريق المساكني، يهاب المساكني يحط كرة عن طريق البريغي، كرة من البريغي خطيرة جدا صعبة وبالراس، ترجع من الترجي الرياضي، تماس للنجم، تماس للنجم، هذا هو المتوقع. النجم الساحلي يلعب، يطول في اللعب ويطول في الكرة من أجل استثمار الكرة الثابتة، يمشي بالكرة طويلة وخطيرة، والحارس الرامي جريدي، الرامي جريدي يمشي لفريق النجم الساحلي، كرة ترجع خطيرة وصعبة، ترجع مرة أخرى، مرة أولى، مرة ثانية، يصبر يصمد الترجي، والكرة في خطة للخنيسي، خلاص الشان. طبعا اللاعب ناقص فورمه وناقص ريتم مباريات، يخطف كره خطيره، يمشي غيلان الشعلالي، والصدام بن عزيزه يخلصها، فرصه النصف النهائي في دوري الابطال. ترجع كره وجدي كشريده، ترجع بالراس وخطا على الشمام، خط البدري، انيس البدري، انيس البدري غايب تماما في هذه المباراه، البدري، البدري يلعب البلايلي، اول مره يطلع يلعب الكره خطيره، كرة خطيرة والشمام يخرج منها السلامات، وخطأ ومنطقة ورقة صفراء على غيلان، أحد لاعبي النجم ضد الترجي، هذه أيضا كانت تستوجب كرت ورقة على غيلان. صناعة التاريخ في هذه المباراة التونسية، التونسية في سماء الشامبيونز ليج. كرة من فراس بالعربي،
يمشي في راس بالعربي، كرة خطيرة والحارس الرامي بكرة بالنسبة لبلالي، يهرب لبلالي ولكن الدفاع يرجع، كرة خطيرة تمشي لبلالي، كرة خطيرة للترجي الرياضي وممتازة يا ابن مساكني. وايم ترعش من الجانبين، الساقين مرعوشة، بن عمر 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، صدام بن عزيزة، صدام بن عزيزة يلعب كرة طويلة، هو الركنية الثالثة، كرة من فراس بالعربي، كرة خطيرة بالرأس ترجع من الدفاع عن طريق الخليصي، كرة ثانية في نهائي فاصل في 76 بعد ما تساووا في أرقام الموسم العادي. وتاريخيا النجم والترجي 3 مرات مشاو من طريق البلالي، البلالي من اليمين يلعب الكرة خطيرة والدفاع ممتاز، النجم الساحلي دفاع عمار جمل واضح جدا، القائد الرأسي للنجم الساحلي وطالب جمهور النجمة الهدوء لأنه الوقت ضد فريقه. عن طريق البلالي، يوسف البلالي يلعب، يوسف البلالي كرة من البلالي ترجع من الدفاع وكرة في تسلل على الخنيسي، أوفسايد على طه ياسين الخنيسي. مباراة الكبيرة والكلاسيكو القاري، الترجي النجم الساحلي نافوب، والكرة خطيرة لفريق الترجي الرياضي، كرة صعبة كشريدة وين حطها، حتى في التماس، الرمية جانبية للترجي، الرمية جانبية للترجي لفريق النجم الساحلي، كرة أخرى طويلة يطول اللاعب ترجع بالرأس خطيرة، فرصة صعبة والكرة تخرج برا. أخطر محاولات الفترة الثانية من النجم، أول مرة تقريب الشرميتي ياخذ كرة تويل في كرة فضائية ثم أرضية، وفرصة كبيرة للنجمة، فرصة كبيرة للنجم، خذا صدام بن عزيزة، أول مرة الشامو يخسر الدويل أو رابعة في هذه الفترة الثانية، تمشي كرة لافة دائرة خطيرة بالراس ترجع من الدفاع، والكرة الثانية خطيرة وكرة عالية مساكني، ترجع الكرة لواجدي كشريدة، واجدي كشريدة يتقدم، واجدي كشريدة يعمل الكروس على القائم الثاني ويخرج العملاق رامي الجريدي، السيطرة سيطرة مطلقة في الشوط الثاني، وكرة في ظهر الدفاع وكرة خطيرة فماش تسلل، كرة صعبة ترجع روتري صعبة جدا الحارس، ورامي الجريدي في أخطر الكرات هو الإطوال الآن بدأ يلقى الحلول، شوف الكرة الشرميتي، شرميتي والشوتة والكرة من المساكني وجريدي قلة، كانت كرة خطيرة وخطيرة جدا على فريق جدك، فرصة فرصة والحارس، كرة من الحارس رامي جريدي، كرة من رامي جريدي، لولا رامي جريدي شوف الكرة، شوف البهتة، شوف الغفلة، والكرة من شرميتي جول، ولكن الجول كيبر رامي بإبداع خرج الكرة، باس بن عمر، هذه الكرة الأخيرة والفرصة اللي تصدي لها الحارس رامي جريدي عن طريق بن عمر، تمشي كرة طويلة من بن عمر، كرة خطيرة خطيرة والحارس، الحارس رامي جريدي من أبطال المباراة للترجي الرياضي، كرة ترجع من رامي جريدي، رامي جريدي يطلع يخرج كرة وين